بارك الله فيكم. هذا السائل أبو بدر يقول: ما هو حد الربح أو المكسب في التجارة عند البيع، حيث أننا نرى أن هناك تجاوزات من بعض التجار؟ الربح إذا كان بسبب ارتفاع الأسعار، قلة السلع، كثرة الطلب، هذا ليس للناس فيه دخل، هذا ليس للناس فيه دخل، يباح. وأما إذا كان سبب الزيادة في الثمن تلاعب التجار والتغرير بالمشتري، هذا حرام ولا يجوز، نهى صلى الله عليه وسلم عن الغرر.